عملاءنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدناكم بفيديوهات جديدة، راح نستعرض أهم ميزات منصة التداول. تعرفنا في الفيديو السابق على كيفية التسجيل لحساب تجريبي وطريقة الدخول على المنصة. تعالوا معنا نتعرف بهذا الفيديو على طريقة الاستعمال للمنصة في تنفيذ الأوامر وأنواع الأوامر اللي ممكن ننفذها من خلال هذه الصفقة. خلينا نشوف سويتها. طبعا زي ما احنا شايفين امامنا، منصة التداول تنقسم لعدة اجزاء. الجزء اللي باللون الاسود امامنا هو عبارة عن التشارتس، راح نتحدث عنها مطولا وبالتفصيل في فيديوهات لاحقة. القسم اللي على اليمين اللي هي شاشة عرض الاسعار، شايفينها امامنا طبعا تعرض لنا الاسعار اللي بتوفرها ون فاينانشال للتداول. طبعا أسعار مباشرة لحظة بلا لحظة كل التقلبات. طبعا زي ما احنا شايفين أمامنا، منصة التداول ميتا تريدر فور تنقسم لعدة أجزاء. الجزء اللي باللون الأسود أمامنا على يمين الشاشة هو القسم المتعلق بالتشارتس والتحليلات التقنية عليه. طبعا راح ندخل بالتفاصيل أكثر في كيفية استعمال التشارت وأنواع التشارتس بفيديوهات لاحقة إن شاء الله. في القسم اليسار هي شاشة عرض الأسعار. طبعا زي ما احنا شايفين جميع المنتجات اللي بتوفرها One Financial Markets للتداول، سوف نتحدث عنها الآن إن شاء الله بشكل تفصيلي. أما بالنسبة للنافيجيتر أو القسم هذا، هو قسم عرض الحسابات المتوفرة على نفس المنصة الخاصة بك. طبعا زي ما احنا شايفين الاكونتس، الحسابات التجريبية، تيست، احنا عاملين هنا حسابات تيست، بامكانك تضيف انت في اي وقت اي حساب اخر. في عندنا ايضا الانديكيتورز والاكسبرت ادفايزرز والسكريبت، راح نتحدث عنهم بتفصيل اكثر في فيديوهات لاحقة. ايضا في الجزء السفلي من المنصة عبارة عن خانة بنسميها احنا التيرمينال او بالميتا تريدر 4 هي التيرمينال. طبعا هاي الخانة بامكاننا ان نراقب او نشوف كل العمليات المفتوحة على الحساب والعمليات المغلقة ايضا، بالاضافة الى ميزات اخرى راح نشرح عنها في فيديوهات لاحقة. ايضا في هذا الفيديو فقط راح نشرح عن التريد والاكاونت هيستوري، طبعا لانهم بهمونا في التداول. الان خلينا نركز بهذا الفيديو على طريقة التداول وطريقة استعمال منصة التداول، منصة الميتا تريدر 4 اسف، بالعمليات او طريقة تنفيذ الصفقات على هذه المنصة. في البداية لازم نعرف العمليات اللي ممكن ننفذها احنا على المنصة وانواع العمليات. الان كيف ممكن احنا نبدأ التداول على منصة الميتا تريدر 4؟ في البداية زي ما احنا شايفين علينا انه نقرر اذا احنا كنا راح نشتري او راح نبيع. في البداية طبعا بناء على اما معلومات وصلتنا او على تحليل شخصي للسوق، بناء عليه قررنا انه احنا على سبيل المثال انه ندخل في صفقة على اليورو، صفقة شراء. كل ما علينا انه نوجد اليورو على شاشة عرض الاسعار او الماركت ووتش. زي ما احنا شايفين اليورو امامنا EUR USD، دبل كليك على اليورو راح يظهر عنا المربع التالي. بالمربع التالي بنتأكد أول شيء السيمبل اللي هو EUR USD. طبعا في شرح تفصيلي للمنتج اللي بتوفره ون فاينانشال. ففي على سبيل المثال للتداول على اليورو، الون لوت عنا بيعطينا 100,000 يورو، الون بيب هي قيمتها راح تكون 10 دولارات زي ما احنا شايفين امامنا. طبعا ال 100,000 هي 1 لوت، بامكاننا احنا نزيد من خلال الفوليوم الموجود او خانة الفوليوم الموجودة امامنا كالتالي. كل 1 لوت بيساوي 100,000. فعلى سبيل المثال لو انا اخترت 2 لوت راح ندخل في صفقة قيمتها 200,000. لو اخترنا 0.1 راح تكون قيمة الصفقة 10,000 يورو. لو دخلنا ايضا ب 0.01 راح تكون قيمة الصفقة 1,000 يورو. طبعا قيمة الصفقة او حجم الصفقة بيأثر على العائد علينا بالربح او بالخسارة. فلما احنا نختار 1 لوت راح تكون قيمة النقطة 10 دولارات زي ما احنا شايفين امامنا، لكن اذا اخترنا 2 لوت راح تكون قيمة النقطة 20 دولار. نفس الشيء اذا اخترنا 0.1 على سبيل المثال، قيمة النقطة الواحدة راح تكون 1
دولار. الآن على سبيل المثال أنه نحن قررنا بدنا نشتري اليورو على السعر الحالي للسوق، كم سعر السوق الحالي؟ زي ما احنا شايفين أمامنا سعر البيع 109.14، سعر الشراء 109.15. لو فرضنا أنه هذا سعر جيد للشراء وأنا حابب أني أشتري الآن، بكل بساطة بحدد حجم الصفقة كما ذكرنا سابقا وبضغط على زر الباي. طبعا اتنفذت الصفقة زي ما احنا شايفين، وهي رسالة تأكيدية بتأكد لنا رقم الصفقة ونوع الصفقة، الحجم والعملة اللي داخلين فيها وسعر الشراء. طبعا هنا رقم الصفقة زي ما احنا شايفين باي 1 لوت يورو على سعر 109.15، تم تأكيد الصفقة. ننزل تحت في خانة التيرمينال زي ما احنا شايفين الصفقة تم تنفيذها على رقم الأوردر نفسه اللي كان في رسالة أشعار تأكيد الصفقة، الوقت والتاريخ، نوع الصفقة باي، السايز 1 لوت، نوع العملة يورو يو اس دي، سعر الشراء 109.15، سعر السوق الحالي لبيع الصفقة 109.13. الربح والخسارة زي ما احنا شايفين أمامنا 14 دولار. هاي طريقة دخول السوق مباشرة إما بالشراء أو بالبيع. طبعا إذا كنا حابين نبيع بكل بساطة بدل ما نعمل باي نعمل سل، إذا بتنفذ عملية بيع. الآن على سبيل المثال لنفترض أنه إحنا حققنا أرباح بهاي الصفقة ومقتنعين بهاي الأرباح وحبينا نغلق الصفقة. دائما إغلاق الصفقة الشراء بيكون على سعر البيع زي ما إحنا شايفين أمامنا 109.12 على منصة أو على شاشة عرض الأسعار. لإغلاق الصفقة فقط نضغط على الربح أو الخسارة دبل كليك، بيطلع لنا اللي ظاهر أمامنا، المربع اللي ظاهر أمامنا الآن، هو نوع الأوردر في أعلى المربع، سعر السوق الحالي، نوع العملية شراء. لإغلاقها راح يكون على سعر البيع 109.12 آسف. الآن لإغلاق الصفقة كل ما علينا أنه إحنا نضغط على الزر اللي بالأصفر اللي أمامنا، رسالة تأكيدية بإغلاق الصفقة وعلى سعر إغلاق الصفقة، نضغط OK، اختفت الصفقة من أمامنا زي ما احنا شايفين. لإظهار الصفقة في أي وقت بنروح على الأكاونت هيستوري لعرض جميع أو الصفقات اللي تم تنفيذها على الحساب. نعمل على الأكاونت هيستوري زي ما احنا شايفين آخر صفقة تم تنفيذها هي شراء 1 يورو على 109.15 وتم إغلاقها على 109.12.8، الخسارة فيها كان 22 دولار. نرجع على التريد. الآن لتنفيذ صفقة بيع نفس الطريقة، دبل كليك على اليورو، نختار الحجم على سبيل المثال 2، سل، رسالة تأكيد الصفقة نضغط عليها أوكي. هاي هي الصفقة أمامنا بالأسفل. لإغلاق الصفقة مرة أخرى برضو دبل كليك على الربح والخسارة المعروضة أمامنا مباشرة والزر الأصفر إغلاق. الآن هاي الطريقة هي لتنفيذ أوامر مباشرة في السوق، لدخول السوق مباشرة سواء بالبيع أو بالشراء. الآن على سبيل المثال لو أنا حابب أني أضع أمر معلق، شو يعني أمر معلق؟ لو فرضنا أني أنا بتحليلي وجدت أنه اليورو ممكن أنه ينخفض لمناطق 198 على سبيل المثال، من ثم يرتد إلى مناطق 190.10 أو 190.20، فأنا حابب أني أشتري اليورو على سعر 109.80. طبعا لتنفيذ هذا الأمر عندي طريقتين، يا إما أني أنتظر السوق أتابع السوق حتى يصل إلى 189 وأنفذ الأمر مباشرة في السوق، أو أني أضع أمر معلق. لوضع أمر معلق كل ما علينا أن نروح على المنتج اللي إحنا حابين نضع عليه الأمر، نختار الفوليوم أوكي، نعمل pending order أو أمر معلق، نتأكد الفوليوم نفس ما هو أوكي، ثم نضع السعر اللي احنا حابين نشتري عليه 108.80 على سبيل المثال. لكن قبل تنفيذ الصفقة لازم نعرف أنواع الأوردرات اللي ممكن تنفيذها أو الأوامر المعلقة اللي ممكن تنفيذها في السوق. في عندنا 4 أنواع للأوردرات: الباي ليمت، سيل ليمت، باي ستوب، وسيل ستوب. كل واحد منهم له خاصية
أو وقت للاستعمال. الباي ليميت هو لوضع أمر معلق على سعر أمر معلق آسف الباي ليميت هو لوضع أمر معلق شراء على سعر أقل من سعر السوق الحالي. يعني سعر السوق الحالي الآن 119، إذا أنا هحط باي ليميت يجب أن يكون سعر الشراء أقل من 109.06 أو 07 اللي هو سعر السوق الحالي، فلتنفيذ عملية شراء على سعر أقل من سعر السوق الحالي. السلمت هي لتنفيذ عملية بيع أو لوضع أمر معلق بيع على سعر أعلى من سعر السوق الحالي. يعني سعر السوق الحالي 109.04، إذا أنا حابب أبيع على 109.50 على سبيل المثال بختار سلمت. أما بالنسبة للباي ستوب، الباي ستوب هي لوضع أمر معلق شراء لشراء على سعر أعلى من سعر السوق الحالي. طبعا ممكن الناس تستفسر ليش ممكن أني أشتري على سعر أعلى من سعر السوق الحالي. طبعا لما ندخل في تفاصيل التحليل التقني راح نتعرف على أنه كثير ممكن تجينا فرص شراء على سعر أعلى من سعر السوق الحالي، راح ندخل في تفصيلاتها أيضا في فيديوهات لاحقة. إذا الباي ستوب هو لوضع أمر معلق شراء على سعر أعلى من سعر السوق الحالي. سيل ستوب اللي هي لوضع أمر معلق بيع على سعر أقل من سعر السوق الحالي. خلينا ننفذ أمر مباشرة مع بعض. باي ليميت على سبيل المثال الحجم 1 لوت، السعر اللي أنا بدي أشتري عليه 188. بليس رسالة تأكيد العملية. العملية نزلت أمامنا زي ما إحنا شايفين. طبعا هاي العملية لن تنفذ إلا في حالة إنه سعر السوق وصل ل 188، فقط تنفذ هاي الصفقة. ما عليها أي تكلفة، ما في عليها أي كوميشن، ما في عليها أي شيء، لا بتعرضك لربح ولا لخسارة إلا عند تنفيذها. فهو أمر معلق فقط، ما له أي رسوم أو ما عليه أي رسوم إلا وقت التنفيذ، فبتبلش تحسب الربح والخسارة. طبعا هذا الأمر ممكن أن نلغيه في أي وقت من خلال عملية دبل كليك وديليت للأوردر، يتم إلغاؤه على طول مباشرة. الآن في طريقة تانية للإلغاء أيضا. خلينا ننفذ pending order على سبيل المثال buy stop، حكينا لتنفيذ أمر شراء على سعر أعلى من سعر السوق الحالي، خلينا نحكي 189 pending order 1 lot place. الآن على سبيل المثال أنا بتحليلي وجدت إنه ممكن إنه السوق يصعد ل 189 ويستمر في الصعود لل 109.25، على آسف 110.25، فبالتالي أنا حابب إني أشتري على هذا السعر 189 وأنتظر لما يوصل 110.25 أغلقه. لكن بهذا التحليل أنا تحليلي بيحكي إنه هذه الفرصة متاحة فقط ليوم غد، فأنا حابب أعمل ديليت للأوردر هذا إذا لم ينفذ من اليوم لبكرة. فبقدر أعمل موديفاي عليه، أختار الإكسبيري تبعه، أختار اللي هو مثلا تاريخ اليوم 26، أختار 27، والوقت أيضا اللي أنا حابب أغير عليه. مثلا لسبيل المثال طبعا الوقت لازم نعرف انه بتوقيت السيرفر اللي هو امامنا، الساعة الآن 8:53 بتوقيت السيرفر، لكن توقيتنا اللي هو توقيت لندن طبعا، بتوقيت دبي الساعة الآن 11:53، فإذا في فرق في التوقيت بين توقيت المحلي للمكان اللي أنت بتتداول فيه وتوقيت السيرفر، لازم تنتبه عليها. فعلى سبيل المثال أنا لحد بكرة بنفس هذا الوقت 08:53، إذا لم تنفذ هذه العملية حابب أنها تلغى أوتوماتيكيا. كل ما علي أني أعمل موديفاي هنا رسالة التأكيد، أوكي هذه الصفقة سوف تلغى أوتوماتيكيا بكرة في نفس هذا الوقت إذا لم تنفذ. طبعا لإلغاء الصفقة أيضا في أي وقت حتى قبل التاريخ المحدد نقدر نعمل دبل كليك وديليت مباشرة. هذا كل شيء بما يتعلق بالأوامر المباشرة في السوق والأوامر المعلقة. ترقبونا دائما في فيديوهات تعليمية جديدة. كان معكم ربيع الياسين من مكاتب ون فاينانشال ماركتس من دبي. شكرا لمتابعتكم ونشوفكم في فيديوهات جديدة. السلام عليكم.